فلو اعطونا الزقف يا شباب قبل ما نبلش. كتير ماشي الحال. انا حبيت اقعد هالمؤتمر الصحفي يا شباب حتى لي اقول انه ما بيصير ولا باي شكل من الاشكال اللي عم بيعملوا حزب الله بالبلد. ليش خير؟ شو في هلا؟ شو في هلا؟ نعم، انه فكركم هيدي العاصفه يورجو والكسا وما بعرف شو اسمها جاي من عند الله؟ لا، من عند حزب الله. لك اكيد 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 من عند حزب الله، وبلا لامنه اكيد من عند حزب الله. تخيلوا لوين وصلت فيه الوقاحه انه يفوت الطقس ليساعده بالحرب على المعارضه. سوري باردون دكتور، بس مش عم نفهم عليك، ما عم نستوعب. كانك قلت عم بفوت الطقس ليساعده بالحرب على المعارضه. لحرجع عدلك تكرم عينك، وبايجاز وبكل وضوح، العاصفة اللي عم بتصير بالبلد وراها حزب الله. شو اللي بأكد لك هالشي دكتور؟ انه ولو سؤال صغير، معلش ربنا عطانا عقلات حتى لي نفكر، مش زينة، مع انه موسم زينة وأعياد. سؤال، انه هيدي يورجو أليكسا من وين جايين؟ من روسيا. برافو، يلي بيجي من روسيا لخدمة مين؟ حزب الله. يعني بعد في التأس ما استعملوه يا عيب الشوم. أكيد 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 يا عيب الشوم. يعطيكم ألف عافية.